اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم ومساءكم دوما بكل خير. هذه حلقه جديده من نقاط ساخنه جديده ساكون مع حضراتكم في هذه الليله. انا احمد ابوزي. في نقاشنا الرئيسي الاول من حلقه هذا اليوم نتطرق الى الملف القديم الذي يبدو ولا يزال متجددا، الاحتجاجات في فرنسا او ما بات يعرف بطبيعه الحال باحتجاجات السترات الصفراء. خرجت رفضا لزياده اسعار الوقود وللتنديد بغلاء معيشه المرتقب. الاحتجاجات هزت ارجاء فرنسا وذهبت حتى لما هو ابعد من القطر الفرنسي. هزت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو. تابعنا جميعا مشاهد الشغب والسلبي والنهب التي رافقت هذه الموجة الاحتجاجية. يبدو أن الأمور باتت مرشحة للتصعيد. الحكومة، حكومة إدوارد فيليب ومن قبلهم الرئيس إيمانويل ماكرو، لديهم قرار بالتمسك والمضي قدما وبعيدا تماما فيما أعلنوه من إجراءات مرتبطة برفع الضرائب على الوقود. رغم دعوة الرئيس الفرنسي للحوار، تتجه الأنظار في فرنسا ومعها القطر الأوروبي بأكمله السبت المقبل لترقب يوم جديد من الاحتجاجات. هل يا ترى سنشهد تراجعا لوتيرة هذه الاحتجاجات على الأقل بحسب ما كانت تعلنه وزارة الداخلية الفرنسية من أن وتيرة الاحتجاجات بدأت تخفت ولو قليلا، أم أن ماكرون بات في مأزق حقيقي في ضوء تنامي هذه الموجات؟ هل أولئك الذين اندسوا في عملية الاحتجاجات وسرقوا ونهبوا وكسروا واجهات المحال التجارية في الشانزليزية وفي عدد آخر من شوارع العاصمة الفرنسية باريس وبعض المدن الأخرى، هل يمكن أن يؤثر ذلك على مصداقية المحتجين باعتبار أن هذا الحدث ربما يضع قليلا أو كثيرا من الغبار على واجهة تبدو أن لها مطالب نبيلة بحسب التعبير الذي استعمله الرئيس الفرنسي وكذلك رئيس الوزراء إدوارد فيليب؟ يقدران تماما طبيعة هذه الاحتجاجات ويقدران ويتفهمان تماما هذه المطالب، لكنهم وبكل حال من الأحوال لن يعدل عن هذا القرار. هل بات خيار التراجع لدى الحكومة عن قراراتها من بين الورقات التي يمتلكها الرئيس الفرنسي أو رئيس الوزراء لوقف المحتجين إذا كان منذ البداية أعلن أنه لا عدول عن هذه القرارات، أم أن الأمور قد تذهب إلى ذلك، إلى هذا الخيار التراجع إن لمسا تصعيدا جديدا من قبل المحتجين أو غيرهم؟ هذه الأسئلة سنحاول التعرف على إجابات لها في فقرتنا الحوارية الأولى من حلقة هذه الليلة، والتي سيكون معنا فيها الأستاذة غادة عبد العزيز الباحثة في العلاقات الدولية. كالمعتاد طرحنا على حضراتكم تساؤلا عبر صفحة القناة والبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ندعوكم للمشاركة فيه إن كنتم مهتمين. هل تتراجع الحكومة الفرنسية عن قرارات رفع أسعار الوقود؟ رجاء إن كنتم من المهتمين أو المتابعين أجيبوا بنعم أم لا. من أوروبا إلى الشرق الأوسط تحديدا إلى معين الحضارة الذي كان يرجى منه ألا ينظر إلى العراق، حالة من الضبابية لا تزال تخيم على مستقبل العملية السياسية في العراق، العملية السياسية أصلا التي تعاني وبحسب الكثيرين تشوها كبيرا. تأخر حسم كامل الطاقم الحكومي للسيد عادل عبد المهدي، ذلك بفعل خلافات سياسية بين الكتل الفائزة بمقاعد في مجلس النواب العراقي. بات يشبه صراعا على الحقائب الوزارية وعلى رأسها وزارة الدفاع والداخلية الرئيسيتين في أي تشكيلة حكومية. وسط دعاوى باتت تؤشر إلى وجود تدخل أمريكي حتى وإن لم يكن واضحا، تدخل إيراني هو أكثر وضوحا لفرض وجوه بعينها على تولي هذه المناصب، حتى وإن كانت هذه الوجوه باتت ممقوتة على الأقل بحسب ما بات يرشح من أنباء من الشارع العراقي. بالتزامن مع تصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران، ما الذي يؤشر إلى إمكانية تأثر الداخل العراقي بهذه التفاعلات؟ هل يمكن للعراق الآن أن يخلع كلتا العباءتين؟ هل يمكن له بالفعل أن يحفظ درجة من الاستقلالية والوقار في قراره السياسي؟ والبعض وربما الكثيرون يرون أن هناك مساسا وخدشا لكبرياء استقلال القرار السيادي العراقي منذ الإطاحة بنظام حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. العقوبات الأمريكية تأتي كمعطى من بين المعطيات التي قد تؤثر في هذه العلاقة تحديدا في العلاقة العراقية الإيرانية. هذا ربما يعكس جانبا من خطورتها على المشهد السياسي في العراق إذا أخذنا في الاعتبار أن الولايات المتحدة تقول على الأقل هذا ما تقوله أنها تتعامل بحزم وبتشنج وبحدة إذا صح التعبير مع أولئك الذين قد يخلقون هذه العقوبات أو يساعدوا النظام الإيراني في خرقها. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها استثنت مجموعة من الدول من هذه العقوبات وسمحت بتعامل تجاري مؤقت في مجال النفط فقط حتى إيجاد بدائل لهذه الأسواق. بعض الدول الأوروبية وبعض الدول الآسيوية الأخرى، العراق كان له مطلب قديم منذ فرض هذه العقوبات، وهي ضرورة أن يكون أيضا من بين الدول التي تستثنى من هذه العقوبات تحديدا في مجال الطاقة، إذا أخذنا في الاعتبار أيضا أن العراق يعتمد بشكل يصل تقريبا إلى حد الكلية في بعض مناطقه في مجال الطاقة على ما يأتيه من كهرباء أو وقود
من الجارة اللدودة، الجارة الإيرانية، هذا بين قوسين. هذه الأسئلة سنحاول طرحها أيضا لنتعرف على مسألة تشكيل الحكومة العراقية. تأخر إتمام تشكيل الحكومة العراقية، نال عادل عبد المهدي، السيد عادل عبد المهدي نال الموافقة من قبل مجلس النواب العراقي، لكنه حتى هذه اللحظة لا يزال مسيرا أو مصرفا لأعمال وزارتي الدفاع والداخلية. هذه الجدلية إلى أين ستنتهي مسألة تشكيل الحكومة العراقية بكامل طاقمها الوزاري في ضوء كل هذه التجاذبات التي بتنا نتابعها؟ هل حكومة السيد عادل عبد المهدي لديها القدرة على المناورة مثلا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ تابعنا زيارات للطاقم السياسي العراقي، رئيس الوزراء والرئيس العراقي ذهبا إلى عدد كبير من الدول العربية وأظهرا انفتاحا على المحيط العربي. هذا ما كان يؤخذ في السابق على العراق وما كان يؤخذ حتى على المحيط العربي وتحديدا المحيط الخليجي. لماذا تخلى كل منهما عن الآخر ولا تلام بعد ذلك إيران إن هي ذهبت تماما واستأثرت بالجانب الأكبر من الموارد العراقية أو من القرار السيادي العراقي على الأقل بحسب هذا الرأي؟ كيف ستتأثر التحركات الخارجية للعراق بالعلاقات بين واشنطن وطهران؟ واشنطن التي كان لها السبق أصلا عندما دخلت واحتلت العراق بين الغزو الأنجلو أمريكي الشهير للعراق في عام 2003، لكنها ومن بعد كل ذلك لم يعد تقريبا على الساحة من لاعب إقليمي فاعل في الملف العراقي أكثر من إيران التي يفترض أن لها إرثا من الكراهية كبير وكبير للغاية مع واشنطن. هذا ما كان مطروحا، هل غاب عن الولايات المتحدة الأمريكية أنها بالنظام الذي أقره بول بريمر أول حاكم مدني للعراق عندما أقر دستور المحاصصة الطائفية، الدستور الذي بموجبه تبقى حصة الأكراد بعيدة تماما عن ما يجري في الحكومة المركزية في بغداد، حيث الأغلبية الشيعية التي تنال منصب رئاسة الحكومة بينما السنة لهم رئاسة مجلس النواب رئاسة البرلمان العراقي، ويبقى للكرد السنة بين قوسين منصب رئيس الدولة. هل غاب عن واشنطن أن هذه المحاصصة ربما تصب تماما في صالح الإيرانيين، خصوصا أن عددا كبير من أعضاء المشهد السياسي العراقي ما بعد الغزو الأنجلو أمريكي هم الذين تربوا أصلا في الحاضنة الإيرانية، تلقوا تعليمهم، تلقوا علمهم، تلقوا حتى بعض الأصول الفقهية لأبناء الطائفة الشيعية الكريمة، أولئك الذين حتى تلقوا علاجهم عندما داهمهم المرض في إيران، وبعضهم حتى أتى مباشرة من مشهد ومن قم ومن طهران ما بعد الإطاحة بنظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين. هل غاب ذلك عن الولايات المتحدة الأمريكية أم أن المسألة مرتبطة بتنسيق حتى وإن كان ما يوصف بالتنسيق الخشن بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران؟ هل سنذهب إلى مرحلة جديدة من هذا التنسيق الخشن، ولا الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون لها مسلك آخر فيما يتعلق بالشأن العراقي؟ هذه الأسئلة وغيرها بطبيعة الحال ستطرح على ضيفنا الأستاذ سيد حسين الباحث في العلاقات العربية الإيرانية، ولكننا أيضا وكالمعتاد طرحنا على حضراتكم تساؤلا عبر صفحة القناة وصفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أتمنى من حضراتكم المشاركة إن كنتم مهتمين. هل ترى أن الحكومة العراقية الحالية قادرة على الاستفادة مما قد يبدو خلافات أمريكية إيرانية، رجاء الإجابة بنعم أم لا؟ في فقرتنا المعتادة من ملف الخميس نتوقف عند اجتماعات مجموعة الـ20 التي تأتي في جملة من الظروف الدقيقة، حيث تمر منعطفات سياسية عدة، دول تمر بهذه المنعطفات: الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، توترات روسية أوكرانية في حرب أزوف، وكذلك العلاقة الروسية الأوروبية أخذا في الاعتبار المعطى القديم للاستيلاء على شبه جزيرة القرم أو ضم شبه جزيرة القرم بحسب الرواية الروسية أو احتلال شبه جزيرة القرم بحسب الرواية الأوروبية والغربية وكذلك الرواية الأوكرانية الرسمية، فضلا عن المشكلات المتجددة في بحر أزوف، مشكلات الإرهاب، مشكلات مرتبطة بالبعد الاقتصادي، حجم التجارة البينية بين هذه الدول وحجم الزخم الاقتصادي الذي بات مكتسبا في ضوء تنامي ظهور التيارات اليمينية الشعبوية. بعد فاصل قصير نبدأ الجانب الأول من حلقة هذا اليوم، قراءة في أهم وآخر الأخبار العربية على مدار الساعات الأخيرة. عربيا نبدأ. رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي اليوم كان في قصر قرطاج وأشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي الذي يترأسه بموجب أحكام الدستور التونسي. تداول ما ورد مؤخرا من بعض المعطيات التي قدمت في قضية اغتيال المعارضين التونسيين اليساريين البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. تحدث الرئيس التونسي في افتتاح المجلس لقائه مع هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارض السابق شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حيث تتهم الهيئة حركة النهضة التابعة لتنظيم جماعة الإخوان بتشكيل جهاز سري أو تنظيم خاص هو متورط في الاغتيالات.
الرئيس التونسي قال إن لقاءه مع هيئة الدفاع أثار حساسية لدى حركة النهضة بحسب التعبير الذي استعمله الرئيس التونسي، وكان لديهم كلاما معقول على حد وصفه، قدموا له وثائق لا يمكن أن يغمض عينيه عنها. قال الرئيس التونسي: المسألة باتت مفضوحة حسب التعبير، العالم بأكمله أو العالم الكل بحسب اللهجة الدارجة التونسية يعلم أن هناك جهازا سريا لم يعد سري أيضا، لكن يبدو أنه أثار حفيظة حركة النهضة التي بدورها أصدرت بيانا يتضمن ما قال إنه تهديد لي للرئيس التونسي وأنه لا يسمح بهذا. يتحدث الباجي قائد السبسي، يقول إن حركة النهضة ظنت ببيانها أن الرئيس لن ينام الليل يتهكم، مؤكدا أن هذه الأمور لن تنطلي عليه وأن المحاكم ستنظر هذه المسألة. نتابع ما قاله الرئيس التونسي في اللقطات التي نتابعها في لقائه الذي يحضره بالمناسبة السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسي. هناك مشكلة إذن في أن يصل الصوت بشكل واضح لتصريحات الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، لكن على أي حال أوردنا أبرز ما جاء على لسانه فيها، والرجل يتحدث بشكل واضح وصريح عن أن ما تنام إليه من أنباء، وفي هذا الاجتماع إن كنتم قد تابعتموه قبلا فإنه طالب أحد أعضاء البروتوكولات في قصر قرطاج بالإتيان بمجلد، هو قال هذا مجلد يحوي الاتهامات المنسوبة لتنظيم سري لحركة النهضة التي كانت شريكا في الحكم أصلا مع السيد الباجي قايد السبسي، لكن عرى هذا التفاهم انقطعت تماما وصار الأمر الآن متحولا لأزمة سياسية خانقة في تونس، فضلا عن المسار القضائي الذي قال إن الجميع سيلتجئ إليه لمحاكمة التنظيم السري لحركة النهضة التي يقول إنها متورطة في اغتيال المعارضين التونسيين اليساريين شكري بلعيد ومحمد الإبراهيمي. من تونس تنضم إلينا الأستاذة عبير موسى الأمين العام للحزب الدستوري الحر، أهلا وسهلا بحضرتك. ما الذي يجري في تونس في هذا المسار، في المسار القضائي، ولماذا بدأ الأمر تعتري درجة كبيرة من التشنج في علاقة النخبة السياسية الحاكمة تحديدا الرئيس الباجي قايد السبسي بحركة النهضة؟ شكرا بخير تعبير الاسم عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر من تونس. اهلا وسهلا. طبعا يوم استشهد الساحه السياسيه تداخل وتجاذب كبير بين رئيسي السلطه اللي هي رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، واختفاء رئيس الحكومه وراء تنظيم الاخوان في تونس اللي هو تحت مسمى حركه النهضه ادى الى هذه التوترات. اليوم ما جاء في تصريحات رئيس الجمهورية والتحركات التي يقوم بها مؤخرا سبق أن طلبنا بها كحزب دستوري حر منذ أكثر من سنة ونصف، عندما تقدمنا بشكايات ضد تنظيم الإخوان في تونس وبينا بالحجة والبرهان علاقاته بالتنظيمات الإرهابية وبشخصيات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية، لكن وقتها للأسف كان التوافق يسود بين تونس وذلك التنظيم ولم يستمع إلينا أي طرف منهم. اليوم لما ساءت العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية وساءت العلاقة بين رئيس الحكومة وحزبه وتغيرت المعطيات أصبح، لكن أستاذ عبير بعد إذنك يعني هي نقاش جدي المسألة أستاذ عبير حقيقة إلى كشف حقيقة هذا التنظيم وتقييد تونس من هذا الأخطبوط الذي سمم المشهد السياسي. أستاذ عبير لا أعلم إذا كنت تسمعيني أم لا. الإرهاب منذ استيلائهم على السلطة في 2012. أستاذ عبير إن كنت تسمعيني أنا أسأل حضرتك، لماذا جمدت القضية أو بدأ وكأنها جمدت الرجلان جرى اغتيالهما قبل سنوات، قبل وصول حتى الرئيس الباجي قايد السبسي إلى الرئاسة التونسية، لماذا ظلت على هذا النحو مجمدة تقريبا بالقدر الذي نسيها البعض ونسي التفتيش ومحاولة سبر أغوارها إلى أن تفتح على هذا النحو بالقدر الذي يتحدث فيه أيضا الرئيس التونسي من أنه لديه مجلد قدم إليه من هيئة الدفاع يحمل أدلة تقطع بمسؤولية حركة النهضة عن وقعتي الاغتيال؟ كما قلت لك هو هذا الملف وهذه الحقائق الموجودة والمؤيدات التي يتحدثون عنها اليوم لا نظن أنها كانت خافية لا على رئيس الجمهورية ولا على السلطة القائمة، لكن حالة التوافق التي تم إرساءها واختيارها
بعد انتخابات 2014 هي التي حالت دون فتح هذه المنافسات. وهذا في ذاته استاذ عبير الى التستر على هذا التنظيم ومحاوله تقديمه في ثوب الحزب المدني. من كان المسؤول عن هذا التستر استاذ عبير؟ يؤكد على ان هذا التنظيم لا زال مرتبط بتنظيم الاخوان وباتحاد العالم للعلماء المسلمين وبالفتاوى الاجراميه ليوسف القرازاوي، وتقدمنا بشكايات في هذا الغرض سنه 2017 وسنه 2018. وقتها لم تكن هناك اراده سياسيه لفتح هذا الملف والتحقيق الجدي فيه. اليوم لما تعثرت العلاقه بين اطراف السلطه وهناك تجاوز من طرف رئيس الحكومه التي استوفت وراء تنظيم الاخوان، وتنظيم الاخوان الذي لم يتوافق مع رئيس الجمهوريه بخصوص تغيير الحكومه وتغيير رتبه الشاهد تحديدا، عندما ساءت هذه العلاقه وبلغت هذا الحد فتحت هذه الملفات واستعملت كورقة لكشف حقيقة هؤلاء. ونحن في النهاية كمجتمع سياسي وكمواطنين تونسيين أملنا أن يتم مواصلة التحقيق حقيقة في هذا الملف. وأن لا أستاذ عبير، أنا لا أعلم إذا كان هناك مشكلة في أن يصل صوتي إليك، يعني تسمعيني الآن لو سمحتي أستاذ عبير، صحيح؟ ألو، نعم أستاذ عبير تسمعيني؟ نعم. أنا ما فهمته من كلام حضرتك، وأدرك أني استمعت إلى حديثك جيدا، القول بأن هذه القضية جرت تستر عليها بحسب التعبير الذي استعملتيه على خلفية الوفاق الذي كان حاصلا بين حركة النهضة ونداء تونس في أعقاب انتخاب الرئيس الباجي قايد السبسي رئيسا لتونس، وبأنه عندما فضت عرى هذه التفاهمات بين الجماعتين أو الحزبين أو الحزب والحركة ظهر إلى السطح الآن الحديث عن مسؤولية حركة النهضة عن مصرع الرجلين. هل إذا ما ذهب الفريقان إلى توافق جديد هذا يعني أن القضية بدورها أيضا قد تتوارى عن الأنظار؟ هذا ما نتمناه طبعا، باعتبار أن المؤيدات والحجج وكل التصرفات التي قامت بها حكومة الترويكا والتي كانت تتحكم فيها القوى والقيادات الإخوانية تؤكد أن هذا التنظيم له مساهمة فعالة في تغلغل الإرهاب في تونس وفي أصول العديد من الكوارث على المستوى الأمني وتسيير الشباب إلى بؤر التوتر والتعامل مع تنظيمات وتخطيط لها علاقة بالجرائم الإرهابية. اليوم فتح هذا الملف في إطار التناخر، لكن نتمنى أن لا يكون مجرد ورقة ضغط يقع قفلها في صورة ما وقع تفاوض جديد. نتمنى أن يكون الرئيس التونسي صادقا هذه المرة في مقاومة، وكأن المسألة أستاذ عبير وكأن المسألة بيد لتقليل تونس من هذا الأخطبوط أكثر منها طريقة لتحسين شروط التفاوض بين الأطراف. وكأن المسألة بيد الرئيس التونسي أو السلطة التنفيذية في تونس، مفهوم أن الرجل يقول أنه يلقي بالكرة في ملعب القضاء التونسي بحسبان أنها قضية جنائية حتى وإن كانت تحتمل طابعا سياسيا، ما علاقة الرجل بفتح التحقيقات من عدمها إذا كان هناك قضاء رصين ووقور مشهود له أيضا بحسب الجمهور التونسي بالنزاهة والحيدة، ما علاقة الرئيس التونسي بمسار القضاء والتحقيقات في هذه القضية؟ هو للأسف الشديد كما قلت لك اليوم هناك ضغط كبير على القضاء التونسي لكي لا يتحرك في اتجاه كشف حقيقة تنظيم الإخوان، وهذا بدليل أن شكاياتنا التي تقدمنا بها للحزب الدستوري الحر منذ أوت 2017 لكشف التمويل القطري لهذا التنظيم، وديسمبر 2017 لكشف علاقته بالإرهاب واتخاذ الإجراءات ضده، لم يتم فتحه أو يقال لنا ليس لكم صفة، وبالتالي ليست هناك إرادة حقيقية في كشف حقيقة تنظيم الإخوان. اليوم الرئيس التونسي يدخل إلى هذا الملف من باب المجلس الأمن القومي باعتباره قائد للقوات المسلحة القائد الأعلى وباعتباره رئيس مجلس الأمن القومي، ودخل إلى هذا الملف واستقبل هيئة الدفاع التي قدمت له المجلد الذي صدر به اليوم، وسيعالج الموضوع من ناحية صلاحياته كرئيس جمهورية يترأس المجلس الأعلى المجلس الأمن القومي. وبالتالي من هذه الناحية بإمكانه وله الصلاحيات أن ينظر في هذا الموضوع عن طريق هذا المجلس، وطبعا سينجر عن ذلك أن القضاء سيأخذ الموضوع بجدية، خاصة وأن القضاء المتعهد في الملف اليوم يتابع بكل أهمية ما يجري وتطورات هذا الملف. كل ما نتمناه كتونسيين هو أن يتم مواصلة
الكشف الحقيقة والمضي قدما في هذا الملف وغيره من الملفات، وفتح حكايتنا أيضا التي تقدمنا بها لكي تكشف الحقيقة وتتخلص تونس من أخطبوط تنظيم الإخوان الذي جاء بتغلغل الإرهاب. ولا نتمنى أن تكون مجرد ورقة ضغط بين طرفين متباشرين. هذا قد يبدو أكثر وضوحا خلال الأيام المقبلة، ما إذا كان الوفاق المقبلة وتنظر مواقفنا منه، ما إذا كان الوفاق قد يعود أم لا. لكن على أي حال من يتابع يرى تقريبا أن هناك طلاقا بائنا وقع بين نداء تونس وبين حركة النهضة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبير موسى رئيس الحزب الدستوري الحر منضمة إلينا عبر الهاتف من تونس. إلى تداعيات الأزمة السورية، حيث دعت الدول الضامنة لمسار أستانا روسيا وتركيا وإيران دعت جميع الفصائل المسلحة في سوريا إلى الانفصال عن تنظيمي داعش وجبهة النصر الإرهابيين. الدول أكدت عزمها بذل مزيد من الجهد لإطلاق اللجنة الدستورية السورية المشتركة. المشاركون في أعمال الجولة 11 من مسار أستانا اتفقوا على إدراج 142 شخصا في قائمة اللجنة الدستورية من أصل 150. تجدر الإشارة إليه لأن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في 30 من يناير الماضي في سوتشي اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية مكونة من 150 شخصا على أساس حصص متساوية، 50 شخصا من الحكومة السورية و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني لمناقشة إصلاح المسار الدستوري في سوريا. إلى شأن أوروبي مرتبط بجهود مكافحة الهجرة غير النظامية في إيطاليا تحديدا، الحكومة تقول إنها تبنت قانونا بدا مثيرا للجدل، تقدم به وزير الداخلية اليميني ماتيو سالفيني، يسمح بتشديد السياسة الإيطالية في مجال الهجرة. تبني مجلس النواب لهذا القانون ب 396 صوتا مقابل رفض 99 عضوا، فيما كان مجلس الشيوخ قد أقر القانون في بداية نوفمبر الجاري. القانون يشدد سياسة روما في مجال الهجرة، وقضى خصوصا بمنح تصاريح إقامة خاصة محددة كالحماية الخاصة لعام واحد أو كارثة طبيعية في البلد الأصلي لستة أشهر فقط. القانون الإيطالي نص كذلك على إجراءات استثنائية للتمكن من إبعاد أي طالب لجوء يتبين أنه قد يشكل خطرا. يسمح القانون باستخدام المسدسات الكهربائية، ينص على إجراءات لتسهيل إخلاء المباني المحتلة. إلى الشؤون الأمنية في القارة الإفريقية، حيث كشفت تقارير صحفية جديدة عن تنامي قوة تنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا، سيما بعد تزايد التقارب مع حركة بوكو حرام التي أظهرت قبل ذلك بيعة للتنظيم. شهدت العلاقة بين داعش وبوكو حرام حالة من الفتور قبل أن يقوم التنظيم الأول باختيار الزعيم الجديد لبوكو حرام أبو مصعب البرناوي في أغسطس من عام 2016، فيما ذكر موقع الديلي مافريك أنه منذ ذلك الحين طرأت تغيرات كبرى على التنظيم النيجيري، إذ ازدادت سياساته تشددا وارتفعت وتيرة هجماته، فيما قام داعش بالترويج لهذه الهجمات. منذ أغسطس الماضي روج داعش ل 23 هجمة نفذتها جماعة بوكو حرام. ديلي مافريك تشير أيضا إلى أن سياسة بوكو حرام المتعلقة بالرهائن أيضا أصبحت أكثر تشددا على تشددها. إلى تطورات المشهد التركي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقدم بمذكرة لرئاسة البرلمان التركي لرفع الحصانة عن 138 برلمانيا على رأسهم أقطاب المعارضة. طالب الرئيس التركي برفع الحصانة عن 21 نائبا في الدورة التشريعية 27، من بينهم رئيس حزب الشعب الجمهوري والنائب عن إزمير كمال كلشدار أوغلو ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والبرلماني عن مانيسا أزغور أوزيل ورئيس حزب الشعوب الديمقراطية الكردي المشارك برلمانية عن اسطنبول بارفين بولدان. نستعرض الآن مع حضراتكم رفع الحصانة البرلمانية في تركيا، هذا التاريخ نتابعه في هذا العرض.
في تركيا، لكن هذه المرة عن علاقاتها بدولة الاحتلال، حيث قررت دولة الاحتلال تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي الخاص بها في أنقرة عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، ما بات يشكل بحسب البعض مؤشرا لترد العلاقات الثنائية بين أنقرة وتل أبيب. المتحدث باسم خارجية الاحتلال عمن وائل نحشون قال إن حكومته قررت عدم تعيين سفير جديد لها في أنقرة خلفا لإيتان نايبا الذي أبعدته السلطات التركية قبل نصف عام على خلفية بعض التوترات التي كانت جارية في قطاع غزة. نحشون أضاف أنه تقرر عدم تعيين قنصل جديد لدولة الاحتلال في إسطنبول، مشيرا إلى أن من مصلحة البلدين إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما بشكل كامل، لكن العلاقة ما بين الدولتين وبطبيعة الحال تغدو وتروح بين مد وجز. كالمعتاد ينضم إلينا من أنقرة الأستاذ محمد عبيد الله الكاتب والمحلل السياسي التركي. أستاذ محمد أهلا وسهلا بحضرتك، ما الذي تبقى تقريبا؟ والسؤال قد يبدو مكررا بحسبان أن التطورات الجارية في تركيا لا تقول بأن هناك نفسا معارضا حقيقيا يمكن أن يقض مضاجع الرئيس التركي أو أيا من حلفائه أو شركاء حكمه، من الذي يقوى إذن على كبح جماح أردوغان؟ نعم، يعني مبادرة أردوغان إلى رفع الحصانة الدبلوماسية عن نواب المعارضة هي الخطوة الأخيرة من نظام الحكم الدكتاتوري في تركيا. دعني أعرض عليكم يعني بشكل سريع المراحل التي مر أردوغان بها من البداية حتى النهاية بشكل سريع جدا. كيف ارتقى أردوغان إلى درجات الحكم في تركيا؟ أولا الخطوة الأولى هي بدأ كزعيم قدم نفسه مظلوما من خلال سجن سوري، يعني مكث في السجن قبل أن يتقلد حكم الحكم في تركيا. ثم بعد أن خرج من السجن كسياسي مظلوم أصبح يقدم نفسه بأنه زعيم ديمقراطي وأسس حزب العدالة والتنمية. ثم الرجل كخطوة فارسة بدأ يشكل إعلاما مواليا من وسائل إعلام المصنفة ضمن وسائل الإعلام الإسلامية. ويمكن أن نقول بعد هذه الخطوة الفارسة جاءت الخطوة الرابعة وهي إعادة تصميم الجماعات الإسلامية وتشكيل قاعدة صلبة من الإسلاميين والمحافظين. لكن يفترض أن الرجل كان له علاقة أصلا ممتدة مع نجم الدين أربكان ومن قبله المعلمهم الكبير عدنان مندريس، يعني هذا قد يكون أو قد يبدو تأصيلا تاريخيا لوصول أردوغان للسلطة عبر المناصب التي تقلدها وصولا إلى رئاسة الحكومة ورئاسة حزب العدالة والتنمية. الرجل محكوم برغبته في السلطة والاستحواذ على السلطة، وهذه مسألة قد لا يلام الرجل عليها بشكل مباشر، لكن أين المعارضة التركية أو أين النفس المعارض الذي قد يخشاه أردوغان؟ نعم، طبعا الخطوات التي أعرضها هي تفسر أين ذهبت المعارضة التركية. يعني بعد أن بدأت أردوغان حملاته التصفية، حملات تصفية الزعماء محتملين بدءا من داخل الحزب كتصفية عبد الله جول وعبد الله لطيف شناس وأحمد داود أوغلو، ثم الرجل انتقل إلى تصفية. لكن حتى هذه الأسماء لم تتحول إلى خانة المعارضة، بل قدمت دعما للرجل حتى في أوقات عدة، أزمة محاولة الانقلاب أو محاولة التمرد الفاشل في يوليو 2016، وحتى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة رفض كلا الرجلين أن يبرز كمعارض أو كمرشح مقابل لأردوغان. نعم، يعني دعنا أقول ذلك، المعارضة الحقيقية هي كانت الحزب الكردي بقيادة صلاح الدين دمرتاش، وأردوغان بادر إلى تهميش دور هذا الرجل وحبسه بتهمة الانقلاب التقليدية، ومن ثم أراد أن يبقى هناك معارضة هزيلة الأداء وهي تمثلت في حزب الشعب الجمهوري، حتى يكون ذلك دليلا على ما تبقى من الديمقراطية، ويقدم الرجل نفسه للعالم للمجتمع الدولي أنه يعني لا يزال
زعيما سياسيا ديمقراطيا، لذلك يسمح بوجود معارضة نسبية في تركيا. ولكن بعدما بدأ أردوغان يواجه مشاكل كبيرة جدا تبثنت في الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية والأزمات الخارجية في المنطقة. طيب أستاذ عبيد الله، أنا سأطرح على حضرتك التساؤل ربما بقدر من التفصيل. الرئيس التركي أحكم قبضته على حزب العدالة والتنمية أيا كانت المعطيات التي أوصلته لذلك، أحكم قبضته على تركيا عبر رئاستين متتاليتين للحكومة في تركيا، قدم تعديلات دستورية وحظيت بالموافقة، ذهب لرئاسة الدولة التركية وقد يستمر إلى ذلك أمدا بعيدا، غير نظام الحكم من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الصرف، لا حتى النظام المختلط، يقدم كل ما يستطيع أو يقدر عليه على مستوى حبس المعارضين بحسب التقديرات التي تنشر من منظمات معنية، يقدم على تقليص صلاحيات كل رأيه تقريبا إلا شخص رجب طيب أردوغان أيا كانت الصفة التي يتحملها رئيسا أو من قبلها رئيسا للحكومة. أزمات اقتصادية كما تقول تحدث هو لا يبالي، أزمات على المستوى الأمني، إقحام نفسه كطرف في بعض المشكلات الإقليمية والدولية، كل هذه المعطيات التي قد تقود إلى مساءلة لم تحدث في تركيا. هذا سؤالي. لم أفهم السؤال للأسف. نعم أستاذ محمد. أيوة لم أفهم السؤال بالضبط. أنا سألت حضرتك عن كل الأزمات التي قدمها رجب طيب أردوغان وعن وصوله للسلطة وعن سيطرته على العدالة والتنمية وعن تغيير نظام الحكم في تركيا وعن الأزمات الأمنية التي عانتها تركيا على مدى السنوات الماضية والأزمات الاقتصادية التي عانتها ولا تزال تعانيها، وليس هناك ما يقلق الرجل. نعم. لماذا؟ يعني لأن الرجل أصبح زعيما أوحد في تركيا، لم تبقى هناك أي معارضة يمكنها ممارسة النقد وممارسة الرقابة على إجراءاته. فالمؤسسة العسكرية كانت هي الوحيدة التي يمكنها أن تضغط أو أن توجه أردوغان إذا خرجت عن المسار الديمقراطي المسار الدستوري، ولكن أردوغان همش وصف هذا الجيش الوطنية بانقلاب دبره هو. فيعني بعد كل ذلك أردوغان لم يعد يتحمل أدنى انتقاد من تلك المعارضة هزيمة الأداء فيعني لذلك يريد أن يفرض في البلاد صمتا كاملا وينقلها إلى ديكتاتورية تقليدية بشكل كامل. فإن طبعا هذه نهاية حزينة جدا لزعيم سياسي كان في البداية ديمقراطيا محافظا، قدم نموذجا رائعا للبلاد والعالم العربي والإسلامي، واستطاع أن يجمع بين الإسلام والديمقراطية، وأثبت يعني من خلال ذلك إمكانية تطبيق الديمقراطية في البلاد الإسلامية أيضا. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد عبيد الله المحلل السياسي منضما إلينا عبر الهاتف من أنقرة. إلى تطورات الأزمة القطرية، حيث أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش أن مقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأخير في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الذي ذكر فيه بأهمية المملكة العربية السعودية في قضايا المنطقة يجب أن يدفع القطريين ليسألوا قيادتهم حول حكمة تسخير الإعلام القطري للهجوم على الرياض وضياع فرصة على الدوحة لحل أزمتها، معتبرا أن ذلك يكشف عن غياب الحكمة وضياع البوصلة. أضاف جرجاش أن موقف واشنطن لا يزال واضحا في دعمه لاستقرار السعودية ورفضه لاستهدافها، وأن الموقف العربي والخليجي أوضح، قائلا أن المملكة العربية السعودية أساس لأي بناء عربي وخليجي سوي، وفي أمنها نجاحها وازدهارها ضمان للجميع في منطقة لا تزال تعاني من الصدمات والأزمات. في بريطانيا قالت وسائل إعلام محلية إن سيدة بريطانية شنت هجوما على القضاء القطري على خلفية قضية اغتصاب وقتل ابنتها بوحشية فظيعة في قطر قبل سنوات. صحيفة The Sun البريطانية قالت إن قطريا أقدم على الاعتداء جنسيا على معلمة اللغة الإنجليزية لوريان باترسون البالغة من العمر 24 عاما، وضحة أن الجاني عمد بعد ذلك إلى قتل الضحية طعنا قبل أن يحرق جثتها وأن يدفن الرفاة في الصحراء في أكتوبر من عام 2013. كان قد حكم على الجاني بالإعدام لكن جرى تخفيف الحكم ليصل إلى 10 سنوات
وقد تم الآن خفضه إلى 5 سنوات فقط. صحيفة ذي الصن نقلت عن الأم أليسون باترسون قولها إنها مدمرة تماما ومحبطة، مضيفة أن هذا يعني أن القاتل سيخرج قريبا من السجن. أين العدالة؟ هي تتساءل. توضح أن النظام القضائي في قطر يبدو مهزلة مطلقة بحسب تعبيرها. تحدث سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن زيارة ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، والتي كانت في إطار جولة عربية هذا الأسبوع. كتب السفير السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة تويتر أن الزيارة تأتي تأكيد لعمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين اللذين وصفهما بالشقيقين. أضاف الأمير خالد بن سلمان أن المملكة ومصر هما جناحي الأمة العربية ومركز الثقل والمستقبل للعلاقة سوف تمضي لآفاق أوسع. إلى ملف الخامس. وسط تطورات عالمية تتحرك بوتيرة سريعة وغير مسبوقة، سيما عندما تكون الولايات المتحدة وكالمعتاد طرفا فيها بزعامة الرئيس المثير للجدل دونالد ترامب، يترقب العالم انعقاد قمة مجموعة 20 غدا في الأرجنتين، والتي شهدت تظاهرات عديدة بهذه المناسبة. تعقد قمة 20 وسط أجواء من التشنج حول التجارة والمناخ كما كان متوقعا منذ البداية، لكن مزيدا من التوترات باتت تسود الأجواء مع التصعيد الجاري بين روسيا وأوكرانيا. يلتقي رؤساء الدول والحكومات القوى 20 الكبرى حول العالم على المستوى الاقتصادي، هي 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تشكل بحسب التقديرات 85% من إجمالي الناتج العالمي. تلتقي هذه القوى بممثليها الجمعة والسبت في بيونس آيرس، كما تعقد اللقاءات على هامش هذه القمة لتبدو أيضا لا تقل في أهميتها عن القمة ذاتها التي تأتي على رأسها لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ لمناقشة قضية التجارة الآخذة في الاحتقان، مع رفع قيمة الضرائب المفروضة والجمارك المفروضة على السلع المستوردة من الدولتين. في حال فشل الطرفين إلى التوصل للاتفاق كيف ستبدو الأجواء؟ لكن في البداية دعونا نتعرف على قمة مجموعة 20 ما هي؟ قمة مجموعة 20، القمة الحالية ستكون القمة الأولى التي تحتضنها أمريكا الجنوبية، تطرح في الأرجنتين أولويات 3 هي مستقبل العمل والبنية التحتية لهذه الدول والمستقبل الغذائي المستدام. القمة تأسست في عام 99 كمنتدى عالمي بسبب الأزمات المالية التي عرفت طريقها لاقتصادات عدة في تسعينيات القرن الماضي. هذا المنتدى يمثل بحسب بعض التقديرات 1/3 حجم التجارة حول العالم، ويمثل زهاء 90% من الناتج العالمي الخام، هذا عوضا عن 85% من حجم الناتج العالمي. لأول مرة في تاريخ هذه القمة اجتمع رؤساء الدول والحكومات في عام 2008، هو تاريخ الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت باقتصادات إقليمية ودولية عدة. كانت المرة الأولى التي لم يقتصر فيها الحضور على وزراء المالية ورؤساء أو محافظو البنوك المركزية في هذه الدول، هذا كان ديدا هذه القمة منذ عام 99 وصولا إلى عام 2008، وفيها بات الرؤساء ورؤساء الحكومات يمثلون دولهم. الأعضاء الحاليون يمثلون نحو 65% تقريبا من سكان العالم. منذ عام 99 أتمت مجموعة 20 بدورها عددا من القضايا. على رأس هذه القضايا ما أنجزته حول سياسات النمو وسوء استخدام النظام المالي، كما أتمت قمة 20 آلية للتعامل مع الأزمات المالية والتصدي لتمويل الإرهاب. دول مجموعة 20 بدورها في هذه القمة تواجه تحديات توصف بالخطيرة، قد تغير ليس فقط في محاورها الرئيسية وأجندة قاداتها، بل وفي مسارات السياسة الدولية لأعوام أخرى قادمة. أغلب القضايا المتداخلة التي يتوقع أن تبحث في هذه القمة ستكون مدرجة في سياق المنافسة بين الولايات المتحدة وروسيا من جهة، والولايات المتحدة والصين في المسار التجاري الاقتصادي من جهة أخرى. الآن
نستعرض سويا أبرز التحديات التي كان سيأتي في مقدمتها لقاء بوتين وترامب قبل أن يلغى هذا اللقاء. نرى في البداية تضاربا للأنباء في الأيام الأخيرة حول انعقاد القمة بين الرئيسين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. الكريملين قال بالأمس إن التحضيرات لعقد هذه القمة الثنائية كانت لا تزال جارية، هذا كان حتى الأمس. رد الرئيس الأمريكي بعد ذلك بأنه لا يستبعد إلغاء اللقاء الذي سيجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب احتجاز روسيا لسفن أوكرانية على خلفية بحر أزوف. الرئيس الأمريكي جاء ليعلن بعد ذلك عبر تويتر إلغاء اللقاء الذي كان مرتقبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رد الكريملين مباشرة بالقول بأنه إذا ما ثبت إلغاء هذه القمة فإن الرئيس الروسي سيحظى بمزيد وقت إضافي للقاءات مفيدة. بين التحديات هي تهديد مصير معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة التي تحدثت روسيا مرارا وتكرارا عن أنها غير راضية عن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية إزاءها بسبب تعطيل معاهدة ستارت الجديدة. من المفترض أن يجري الرئيس الأمريكي محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، هذا يبدو مؤكدا. حتى هذه اللحظة لم يلغى هذا اللقاء وهذه القمة. الرئيس الأمريكي لم يكتفي فقط بإلغاء اللقاء مع الرئيس الروسي، ولكن ألغى كذلك لقاء مرتقبا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وألغى لقاء أيضا مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إين. اللقاء يواجه أيضا بعض التحديات مع شي جين بينغ. الموضوعات التي ستطرح في هذه القمة الأمريكية الصينية نستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا العرض. سيناقشان بطبيعة الحال الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وبحث حلحلة المباحثات المجمدة منذ مايو الماضي بين واشنطن وبكين. اللقاء يأتي في ظل تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية إضافية على مستوردات تصل إلى نحو 265 مليار دولار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فربما نشهد تصاعدا جديدا على التصاعد القائم أصلا في الحرب التجارية بينهما، ما من شأنه أن يؤثر على الحركة التجارية حول العالم. دول العالم قد تواجه خطر تشتت التجارة الإقليمية والعالمية إذا ما جرى تصعيد هذا الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ماذا عن الدولة المضيفة لأعمال هذه القمة والتي هي بدورها تعاني أصلا على المستوى الاقتصادي؟ الحديث عن بيونس آيرس التي اتخذت إجراءات أمنية مشددة لاستضافة مجموعة الـ20 بنشرها نحو 24 ألفا من عناصر قوات الشرطة، منع الوصول إلى قسم غير قليل من العاصمة الأرجنتينية، وفي خطوة غير مسبوقة جرى الأمر بإغلاق محطات المترو وأحد المطارات اليوم وغدا. سيجتمع رؤساء دول وحكومات بلدان مجموعة الـ20 في مركز المؤتمرات على ضفاف نهر ريو دو لا بلاتا الذي يفصل الأرجنتين عن الأورجواي. المنطقة يفصلها عن بقية أنحاء المدينة طريق سريع وخط للقطارات وحواجز للشرطة. هذه استعدادات بيونس آيرس لاستقبال هذه القمة. دعونا نتابع مع حضراتكم كيف جرى تأمين قمة مجموعة الـ20. تابعنا إذن مع حضراتكم هذا العرض حول استعدادات بيونس آيرس لاستقبال زائريها. بالمناسبة الحكومة الأرجنتينية ستتعامل مع أيام انعقاد هذا المؤتمر منتدى قمة مجموعة الـ20 باعتباره إجازة رسمية، عطلة رسمية للموظفين وللطلاب، بل ناشدت بعض سكان هذه المناطق في بيونس آيرس بإمكانية الذهاب لقضاء عطلة في أي من المناطق خارج العاصمة بيونس آيرس. ربما هذا يأتي انسجاما مع ما أقدمت عليه الصين
في مرات عدة عند استقبالها، إما قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى التي استقبلتها مدينة هانجشو الصينية في عام 2016، وكذلك قمة مجموعة البريكس التي استقبلتها مدينة شيامن الصينية في عام 2017، طالبت من المواطنين محاولة مغادرة المدينة لقضاء إما عطلات أو الابتعاد عن قسط غير قليل من هذه المدينة. الأرجنتين تفعل ذلك. هذه المرة الأولى كما ذكرنا في تاريخ الأرجنتين التي تجتذب نخبة عالمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظرائه من روسيا ومن الصين، وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أيضا سيكون حاضرا على الأرجح أعمال هذه القمة. في اليوم الأول من القمة غدا سيتم إعلانه كما ذكرنا عطلة رسمية في بيونس آيرس، وتستفيد منه أعداد ليست قليلة من سكان العاصمة للذهاب إلى عطلة أسبوعية طويلة. الطقس يتيح ذلك على الأقل، هذا من بين التحفيز الذي قدمته الحكومة الأرجنتينية لمواطني بيونس آيرس. آخرين بدورهم لم يأبهوا بكل هذه الوعود البراقة من قبل الحكومة الأرجنتينية، توعدوا بتنظيم تعبئة قوية بحسب التعبير ضد مجموعة العشرين. وزيرة الأمن باتريشا بوليريش حذرت بالقول أنها تريد أن يكون اجتماعا يسوده السلام والهدوء. جميع الذين يريدون التظاهر يستطيعون أن يفعلوا ذلك بسلام لكن ليس بعنف. المزيد من توضيح الصورة حول أعمال القمة المرتقبة وأهم القضايا التي ينتظر أن تكون مدرجة على أجندة ومائدة البحث لكبار زعماء العالم لاجتماعات قمة العشرين، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدولية. أستاذ طارق أهلا وسهلا بحضرتك. أي القضايا التي قد تهم الدول بعيدا عن دول مجموعة العشرين قد تكون مدرجة، ولا الاجتماعات متخمة بما يكفي بقضايا لا علاقة لباقي دول العالم بها؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني أتصور أن هذه القمة قمة لها يعني خصوصيتها تتعلق بالآتي، تتعلق بتوجهات الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب الذي جاء يعني متبنيا سياسة انطوائية انعزالية تقول أن يعني أمريكا فارست أو أمريكا أولا، بعيدا عن التعددية وكارهة للتجارة الحرة، متعللة بأنه يريد يعني تجارة نزيهة حرة، مع أنه بالعكس تماما هو ضد التعددية وضد يعني وضد ما تمليه منظمة التجارة العالمية، وضد هذا الانفتاح على العالم، وضد العولمة، ومع يعني سياسة حمائية انطوائية انعزالية لا تبحث إلا عن صالح الولايات المتحدة الأمريكية. كل ذلك يعني ضد فكرة قمة العشرين. قمة العشرين لما اتعملت بدأت بسبعة كبار في تسعينات القرن الماضي مواجهة للمشاكل المالية اللي طرأت في جنوب شرق آسيا، فالعالم كان يعني بيجتمع وزراء مالية ورؤساء بنوك المركزية في السبع دول الصناعية الكبرى، قالوا لا احنا نخلينا نبقى في 20 دول، اكبر 20 اقتصاد في العالم، اقتصادات في العالم يعني تتجمع. فكانت فكرة يعني قمة العشرين، وجت المملكة العربية السعودية، جت جنوب افريقيا، البرازيل، الارجنتين، الى غيره، يعني 20 دولة بعد السبعة الكبار. العشرين كان بيجتمعوا على مستوى وزراء المالية، فمن مشكلة 2008 والأزمة المالية العالمية قالوا لا يبقى الاجتماع على مستوى الرؤساء. طيب أستاذ طارق، إذا كانت التقديرات تتحدث عن أن هذه الدول أو هذه المجموعة، إذا أخذنا في الاعتبار وجود الاتحاد الأوروبي كممثل، تستأثر تقريبا بنحو 85% من الناتج العالمي، هل من بين أي شواهد العدالة ما يقولوا أن هذا أمر منطقيا نحو 20 أو 25 دولة تقريبا تستأثر بما لا تقوى عليه ما تبقى من دول العالم 196؟ هل يبدو في الأمر شبهة عدالة حتى؟ يعني هي اقتصاديات قوية فعلا زي حضرتك بتقول، من 80-90% من نسبة الناتج الإجمالي العالمي يستحوذ عليه، وهي ثلثي سكان العالم. أما كان الأمر كانت الفكرة انه كيفية يعني الحماية، كيفية الحفاظ على نمو متعادل، كيفية النهوض بالاقتصادات الناشئة، كيفية عدم حدوث يعني أزمات مالية أو صعوبات اقتصادية. لماذا ستشغل هذه المجموعة نفسها، لا أتحدث عن هذه القمة لكن بشكل عام، لماذا يشغل أولئك القوم بالهم وأنفسهم باقتصادات دول ناشئة أو صاعدة أو دول تعاني وتريد أن تفيق من عثراتها؟
لا الأمر جد مهم، لأن هذه الأسواق الناشئة بتشكل يعني سوق كبير لمنتجات هذه الدول، فإحنا يعني وكأننا في يعني نظرية الأواني المستطرقة، هذه الدول إذا واجهت مشاكل أو كوارث أو حروب بتيجي منها هجرات، هذه الهجرات تؤرق وتجد مضاجع هذه الدول الغنية وتسبب في إرهاب وتسبب في تصاعد شعبوي، تصاعد يميني متطرف. إذن العالم الغني الحر وهذه الاقتصادات القوية في العالم يعني ليس فقط يعني لداما عليها من الناحية الأخلاقية، ولكن من الناحية الاقتصادية والسياسية. لكن حضرتك ذكرت أن حتى من الناحية النفعية المباشرة لهذه الدول هي ذهبت لسياسات حمائية لا علاقة لها لا بالتجارة الحرة ولا بالأنماط الاقتصادية التي كانت وظلت تنادي بها على مدى سنوات طويلة. عندما تعلق الأمر برغبة في تحقيق المصلحة المباشرة كفوا أيديهم عن كل هذا وذهبوا إلى ما فيه صالحهم، إلى 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 السياسة الحمائية. لا، الدولة الوحيدة التي لجأت إلى هذه السياسة الحمائية الانعزالية هي الولايات المتحدة الأمريكية، أما بقية الدول والاتحاد الأوروبي وحتى دولة كبرى كالصين ومعظم يعني الدول 19 ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية هي مصرة إصرارا كبيرا على العولمة وعلى التجارة الحرة وعلى التعددية وعلى عدم الحمائية، والدولة الوحيدة التي شردت عن هذه الأفكار هي الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب. هذه الدول تريد أن تعاود أمريكا سياساتها وأن تعيد النظر في هذه السياسات الحمائية، والأمر أتصور أنه يعني يجابه صعوبات كبيرة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة بقيادة ترامب على المضي قدما في هذه السياسة الحمائية، متذرعة بأنها يعني تواجه مشاكل وضغوط. لكن أستاذ طارق، حضرتك تدرك أن هناك مزاجا عاما أوروبيا لدى النخبة السياسية التي انتخبت في عدد غير قليل من الدول الأوروبية أصبحت على ذات النهج تقريبا من على الأقل المبادئ اليمينية، ليست فقط على مستوى السياسة الحمائية في مجال التجارة البينية، لكن بشكل عام حتى على مستوى النمط السياسي في الإدارة في أمريكا اللاتينية التي كانت حصنا منيعا لليسار. البرازيل عرفت جائر بولسونارو الذي لا يختلف كثيرا على ما يبدو عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل يبدي اهتماما كبيرا بتجربة الرجل. هذا يقول أن المسألة ليست قاصرة على الولايات المتحدة فحسب. نعم، فقط يعني هذا هو المثال الوحيد. لسه بولسونارو يبدأ يعني يتولى مقاليد السلطة في البرازيل في يناير القادم 2019، تبنى فعلا هذه السياسات اليمينية، ولكن هل المؤسسات البرازيلية ستعاونه وستمضي قدما مع بولسونارو في تبنيه لهذه السياسات الانعزالية، خاصة أن البرازيل يعني اقتصاد قوي كما هو معروف، وغابات الأمازون تعتبر يعني رئة هذا الكوكب. أتصور أن الأمر، وهو بالمناسبة لديه أصلا وجهة نظر في غابات الأمازون. نعم، يريد أيضا أن يتنصل ويخرج من اتفاقية تغير المناخ باريس كما فعلها من قبله دونالد ترامب، لكن أتصور أن يعني في البرازيل أو حتى في الأرجنتين يعني يواجهون مشكلات اقتصادية كبيرة. نعم. ولكن إذا ما يعني وليت وجهك قبل القوى الأخرى التي تتمثل في دولة عظيمة كالصين، هي مصرة إصرار غير عادي على يعني قدما في هذه العولمة وعدم الحمائية والتعددية والتجارة الحرة، لأنها يعني استفادت كثيرا من هذا الانفتاح ومن هذه التعددية. أيضا دولة كألمانيا استفادت كثيرا وحققت فائضا تجاريا ضخما وحققت عائدات وصدرت وتعتبر يعني قوة اقتصادية وقاطرة الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، حتى أن يعني معدلات النمو حققت يعني نسبا يعني متقدمة للغاية، وأيضا نسب البطالة يعني وصلت وتقلصت إلى أقل من 5%، وهي أرقام يعني الأوروبا بل العالم كله يحسد الدولة الألمانية عليها، وكل ذلك بفعل العولمة وبفعل التجارة الحرة وفعل حماية المنافسة والتعددية. إذن قمة العشرين مصرة على أن يعني تمضي في هذا الطريق، طريق التعددية وعدم الحمائية، بعكس الشارد الوحيد دونالد ترامب، ومن خلفه كما ذكرت فعلا
بولسونارو الذي سيتولى مقاليد السلطة في يناير القادم 2019. والنمسا عرفت التيارات اليمينية وإيطاليا عرفت جانبا أيضا من الشراكة مع التيارات اليمينية. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدولية، معقبا على انعقاد مرتقب غدا لقمة مجموعة الـ20 والتي بدأ زعماء دول العالم كما كنا نتابع يتقاطرون إلى بيونس آيرس. تابعنا وصول الرئيس الفرنسي وكذلك الرئيس المكسيكي، الرئيس الكوري الجنوبي وقرينته كذلك كما كان الحال مع الرئيس الفرنسي. الآن نتحول إلى فاصل قصير، نعود من بعده لبدء نقاشنا حول نمضي قدما في مسار الإصلاح الاقتصادي ولا نغلب الطابع الاجتماعي إرضاء لبعض المحتاجين. هذا تساؤل الذي يطرح في باريس وفي عموم فرنسا. بعد فاصل قصير نبدأ نقاشنا. لحظة عصيبة يعيشها الشارع الفرنسي مع ترقب مواجهات جديدة نهاية الأسبوع مع محتكي السترات الصفراء الذين لم يخرجوا من لقاء وزير البيئة فرانسوا ديروجي منتصف الأسبوع، بما يجعلهم يتوقفون عن تظاهراتهم بل على العكس من ذلك وعدوا بمزيد من التصعيد. الحركة التي تواصل احتجاجاتها منذ نحو أسبوعين رفضا لزيادات في أسعار المحروقات وغلاء المعيشة قابلت الحكومة مطالبها بالتأكيد أنها لن تتراجع عن قراراتها التي تعتبرها من أجل الإصلاح الاقتصادي. في وقت أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب مطول عن حوار مجتمعي شامل لتوضيح أهمية تلك القرارات ووعد بمحاولة تخفيف أثرها على المواطنين، إلا أنه شدد على أنه لن يتنازل في مواجهة الذين يهدفون للتخريب على حد وصفه. حديث ماكرون لم يجد سوى مزيد من الوعيد من قبل المحتجين بالتصعيد، فقد اعترف بشرعية الاحتجاجات لكنه لم يقدم لهم حلولا واقعية وفقا لهم، وسط تجاهل لبعض الأمور الحيوية كالعدالة في توزيع الثروة والضرائب، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه رهان من ماكرون الذي يعاني أزمات متواصلة على تراجع الزخم الشعبي لتلك الاحتجاجات مع الوقت في معركة عض أصابع سياسية واجتماعية. نبدأ نقاشنا إذن حول ما يجري في عموم فرنسا ليس في باريس وحدها، بل الأمر وصل لما هو أبعد من ذلك، بعض الدول الأوروبية التي أظهرت قدرا من التعاطف على المستوى الشعبي لهذه الاحتجاجات فضلا عن دول ما وراء البحار التي بدورها أيضا انضمت إلى هذه المطالب. مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة غادة عبد العزيز الباحثة في العلاقات الدولية. أستاذة غادة أهلا بحضرتك. هل المسألة مرتبطة فقط بقرار حكومي بزيادة حجم الضرائب على الوقود ولا الأمور لها خلفيات أخرى هي التي أفضت إلى هذا المشهد؟ هو منذ تولي ماكرون الحكم في مايو 2017 قرر ان هو يعمل اصلاحات سياسيه واقتصاديه واجتماعيه، كان له وعود انتخابيه كتير بان هو يزيد حجم اعانه البطاله وان هو يعمل برامج عداله اجتماعيه، يزود الدعم للمواطنين، لكن في خلال عام ونص المواطنين لم يجدوا أي تحقيق لهذه الوعود الانتخابية. على مدار عام ونص كل الإصلاحات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية اللي قامت بها الحكومة قابلت العديد من الاحتجاجات، لعل أهمها يعني الاحتجاج اللي كان موجود في مارس 2018 قامت بالعمال السكة الحديد والمستشفيات المؤسسات التعليمية والنقابات العمالية في قطاعات مختلفة، وقفوا حركة القطارات أكثر من 60% من القطارات السريعة وكانت أزمة، وتلا ذلك العديد من الاحتجاجات حتى كانت آخرها في أكتوبر النقابات برضو العمالية دعت ليها احتجاج برضو على السياسات التقاشفية للحكومة. لكن الاحتجاجات الأخيرة اللي قامت في فرنسا بتختلف عن أي احتجاجات تانية لأنها كانت كلها احتجاجات نقابية أو احتجاجات بتدعو ليها أحزاب سياسية، لكن دي احتجاجات شعبوية عفوية لم تدعو لها أي تيار سياسي.
ما المختلف؟ يعني الرجل نفسه الرئيس إيمانويل ماكرون كان وزيرا سابقا في فرنسا، وكان مشهود له باحتواء بعض الأزمات، سواء كانت تلك التي تثار عبر بعض النقابات العمالية أو بعض المشكلات المرتبطة ببعض التفصيلات القانونية فيما يخص الاستيراد في فرنسا. ما الذي اختلف وجعل الرجل على هذه الدرجة من التلعثم والارتباك وصولا إلى تقريبا ما يشبه الانتفاضة الشعبية في فرنسا؟ اللي اختلف الإجراءات الحكومية، السياسات الاقتصادية اللي هو أخذها كانت إجراءات شبه صادمة للشعب، لكن هي إجراءات إيجابية ستؤدي في النهاية إلى الانتعاش الاقتصادي، وخصوصا أن هو كان بيعاني من عجز في الموازنة، كان أكتر من أو بيبلغ حوالي 3.4%، وهو ملزم بدولة في الاتحاد الأوروبي بالمعيار الذهبي أن يبقى عجز الموازنة لا يتخطى 3%. فكان خلال العام ده بيعمل على أنه يقلص حجم عجز الموازنة المتواجد إليه. هو وعد ناخبيه بزيادة في النمو الاقتصادي من 1.1 ل1.8 في أول سنة في حكمه، لكنه حتى ما بلغش غير 1.4 تقريبا في النمو الاقتصادي. وأرجع ذلك للاحتجاجات اللي كانت موجودة أنها أثرت على الوضع الاقتصادي، وتحدث بطريقة بعض فئات الشعب رأت أنه هو مهتم جدا بالأغنياء، اتهمته بأنه هو بيحب النخبة وبيحبيها، أنه هو رئيس للمدن لا يهتم بالضواحي ولا يهتم بالريف الفرنسي. قبل تفجر هذه الأزمة، وخصوصا أنه هو كان لغى الضريبة على السكن والضريبة على الشركات وبعض الضرائب على رجال الأعمال، فاتهموه ان هو بيهتم بالنخبة. يعني بدل ما كنت تلغي الضرائب على الشركات، كان الأولى بان انت تزود الدعم على البطالة زي ما كانت له وعود انتخابية. لكن هو أستاذ كده على المستوى الاقتصادي أسعار النفط تتهاوى، يعني ما كان يخشى منه أن تصل أسعار برميل البترول إلى نحو 100 دولار تقريبا. وزير النفط السعودي قال إنني لا أضمن ألا يصل سعر برميل النفط إلى هذا الحد. سعر برميل النفط تقريبا إلى ما دون 67 دولار، وهذا ميزة محترمة للاقتصادات التي تعتمد على الصناعة والتشغيل وما إلى ذلك. لماذا في هذا التوقيت يقدم على هذه الخطوة والموضوع على المستوى الاقتصادي قد يبدو فيه تناقض؟ بعيدا عن العامل الاقتصادي، في وعود لفرنسا هي ملتزمة بيها من عام 2015 بتقليل الانبعاثات الناتجة عن الغازات الدافئة. تعهدات أيوه. التعهدات دي ما التزمتش بيها فرنسا، بل على العكس، خلال عام 2017 زادت الانبعاثات من الغازات الدافئة بشكل تخطى الحد المسموح به. ومن ضمن وعود ماكرون الانتخابية ان هو يهتم بالبيئة وان هو يقلص الانبعاثات البيئية، ولعل هو في خطابه وهو بيتحدث تحدث ان انا يوم الاثنين لا يمكن ان انا اتحدث عن البيئة، ويوم الثلاثاء اتحدث عن تقليل الدعم على الوقود وعدم زيادة اسعار الوقود. وخصوصا لكنه قدم في هذا الخطاب خيارات بديلة للاعتماد على الطاقة المتجددة، تفعيل طاقة الرياح، طاقة المياه، طاقة الشمسية، الحديث حتى عن استعمال المفاعلات النووية حتى تاريخ إلغائها. هو مش هيلغي الطاقة النووية بشكل كامل، هو قال انه هيقلص عدد المفاعلات النووية في إطار سعي سياسته اللي هو يعتمد على تطوير البيئة، تطوير الطاقة باستخدام البيئة الطاقة المتجددة. كان يجب عليه فرض بعض الضرائب بتقليص استخدام الانبعاثات، تقليص استخدام البترول والغاز والبنزين، وإعطاء بعض الحوافز للمواطنين علشان يلجأوا للطاقة البديلة. ولعل لماذا فرنسا؟ يعني قرار كالذي اتخذه الرئيس الفرنسي أو إدوارد فيليب رئيس الحكومة قد يتخذ في عشرات الدول التي تختلف أوضاعها الاقتصادية وتختلف تركيبتها الاجتماعية والمعيشية، ولا يحدث أي قدر من الاضطراب فيها، دول عدة في المنطقة وفي المحيط الدولي حتى. لماذا فرنسا فقط بقرار واحد تلتهب الأجواء إلى هذا الحد؟ هو ليس بقرار واحد، يعني القرار الأخير برفع الدعم عن المحروقات يعتبر القشة التي قسمت ظهر البعير. هو كل السياسات اللي تم اتخاذها من بداية حكمه بتواجه باحتجاجات، لعل عدم يعني انتسابه لحزب اليمين او اليسار وتقديمه نفسه كمرشح من الوسط بما يخالف التقاليد السياسيه الفرنسيه، ده عمل صدمه للاحزاب السياسيه ان هو نجح في الانتخابات
وان هو مش محسوب على اي حزب، له وجهة نظر مختلفة، عملية ان سنه صغير، ممكن تكون دي كلها من ضمن الامور، وخصوصا الاحتجاجات العنف اللي فيها. وزير الخارجية نفسه الفرنسي اشار ان اليمين المتطرف هو اللي دعم العنف اللي موجود في هذه الاحتجاجات، وان ماري لوبا زعيمة الحزب اليمين المتطرف هي وراء دعم هذه الاحتجاجات العنيفة وليس الاحتجاجات بشكل عام. هو قال انا استطيع ان افرز او افرق بين اولئك الذين خرجوا الاحتجاج وبين من مارسوا عنفا او تخريب. المسألة على مستوى فرانسوا أولاند الرئيس السابق اللي كان أحد أقل الرؤساء حظا، الرئيس الفرنسي اللي منذ عقود لم يبادر بترشيح نفسه، مجرد الترشيح لولاية جديدة، فقط بعض الاضطرابات اللي على مستوى احتجاجات النقابات العمالية، الاعتراض على مشروع قانون مريم الخمري، القانون الخمري، لكن في النهاية لم يحدث أن واجه رئيس على مدى سنوات فرنسا الأخيرة موجة الاحتجاجات العنيفة اللي بيحضر بها إيمانويل ماكرون بهذه الشكل. فعلا مستقبل الرجل، والرجل يتحدث عن أنه لا، هو يتفهم تماما، لكنه ماض أيضا في سياسته الإصلاحية. تمام. هو ماكرون رجل ذكي ويتمتع بالحنكة، خبرته كمصرفي هو قادر على التفاوض، لعل إشارته في خطابه أنه لن يتخلى عن سياساته الإصلاحية، لكنه سوف يغير أسلوبه في الحوار. ربما الفجوة اللي حدثت بينه وما بين الشعب، وخاصة الفئات الفقيرة، بعدم التحدث إليها وعدم شرح الوضع وشرح الإصلاحات دي، سوف تؤدي في النهاية إلى تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وتحسين الوضع الاجتماعي والمزيد من برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، بما سيؤدي في نهاية حكمه هو من ضمن وعوده الانتخابية ان هو هيقلل الضرائب في حتى نهاية حكمه. فهو مفتقد للنقطة دي، وهو قال ان هو سوف يعمل على تغيير هذه الوسيلة، لكنه لن يغير سياساته وملتزم بسياساته. لكن هو بشكل مبدئي، لماذا تعاني اصلا فرنسا من ازمة اقتصادية تدفعها لمحاولة سد العجز في الموازنة العامة، لمحاولة استهداف معدلات نمو أفضل مما تحققه، إذا كانت هي شريك في عدد كبير من الصناعات الأوروبية، تصنع قطاعات لا بأس بها من القطاعات الصناعية المهمة، تحظى برواج سياحي معتبر ويقصدها تقريبا عدد مماثل لعدد سكان فرنسا أصلا على مستوى السائحين من مختلف دول العالم، دولة زراعية أيضا لا بأس بها والقطاع الزراعي فيها قطاع معتبر، لماذا تعاني اقتصاديا أصلا فرنسا؟ الناتج القومي الفرنسي منخفض، وأكثر من 31% منه بيوجه لبرامج الحماية الاجتماعية. هي دي في حد ذاتها مشكلة، يعني دولة تحظى بهذا القدر من برامج الحماية الاجتماعية ومن المداخيل التي تذهب ربما بدون عمل على مستوى الإعانات، ثم تشعر بهذا الامتعاض وبهذا الاضطراب. هي الفكره بتمحور حول ضعف الوضع الاقتصادي من السياسات السابقه قبل حكم ماكرون. هو حاول ان هو يعدل السياسات الاقتصاديه، حاول ان هو يعمل انتعاش في الاقتصاد. حجم العجز عنده في الموازنه كان بيبلغ 3.4 قبل ما يتولى الحكم، وهو ملزم بمعيار الذهبي للاتحاد الأوروبي بأن عجز الموازنة لا يتعدى للدول الأعضاء ب3%، فكان يجب عليه العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وإجراء إصلاحات اقتصادية يستطيع من خلالها تقليل عجز الموازنة. وبالفعل في أول سنة من حكمه تم تقليص عجز الموازنة لحد 2.6%، لكن ما زال نسبة النمو الاقتصادي الفرنسي بيعاني، لعله يجب عليه العمل، وهو دعا لده وروج لده ان هو سوف يعمل على مزيد من الاستثمارات وجذب الاستثمارات والمشروعات لفرنسا، لكن لم يتحقق ذلك بعد. طيب، الاحتجاجات الحالية التي تشهدها مقاطعات عدة فرنسية على مستوى الغضب الذي أظهره عدد كبير من المواطنين الفرنسيين بعد قرار الرئيس الفرنسي وحكومة إدوارد فيليب بزيادة حجم الضرائب على المواد النفطية والبنزين وما إلى ذلك، عرفت بموجة احتجاجات السترات الصفراء التي لا تعرف قائدا معينا ولا فصيلا يقود هذه الحملة. ماذا عن هذه الموجة الاحتجاجية، احتجاجات السترات الصفراء، ومن هم أولئك الذين يرتدون هذه السترات الصفراء؟ في هذا العرض التالي نحاول فهم مزيد من التفاصيل.
نعود مجددا لاستكمال هذا النقاش مع ضيفتنا في الاستوديو الاستاذه غادة عبد العزيز. استاذه غادة، حضرتك اشرتي لما ذكره ايمانويل ماكرون في خطابه من ان الخطوه صحيحه، لكن هو بحاجه الى تطوير اسلوبه في الحوار، لكن في بعض الاوقات يقولون ان الجزء الاكبر من صواب القرار هو في سلامه اختيار التوقيت. إذا كنت حضرتك أشرت إلى حجم العثرات اللي عناها إيمانويل ماكرون وحجم الاضطرابات اللي حظي بها على مستوى النقابات العمالية وبعض القطاعات على رأسها قطاعات السكك الحديد وبعض في بعض الأحيان المطارات في باريس، هل أحسن الرجل اختيار التوقيت الذي يعلن فيه حزمة من القرارات أو الإجراءات كهذه؟ لعل اختيار التوقيت بالنسبة له انشغل بقضية المناخ وقضية الإجراءات لتعديل نظام الطاقة في فرنسا، ولم ينشغل بالمواطنين. أقل من أسبوع على قمة المناخ، فرنسا لم تتخذ أي إجراءات في سبيل تعهداتها اللي تعهدت بيها. نسبة الانبعاثات عندها ما زالت مرتفعة. يوم الثلاثاء الماضي في خطابه كان تشكيل المجلس الأعلى للمناخ مكون من 13 خبير في هذا المجال. هذا التحرك الوحيد اللي اتخذته فرنسا في هذا الإطار رغم أنه من أحد وعوده الانتخابية، فهو ده ممكن يكون هو السبب اللي دفعه لاتخاذ هذا القرار الآن. المتظاهرون على هذا النحو يبدو أنهم يعني يلهثون وراء أزمات أكل العيش، يعني بالمنطق الشعبي يعني بالفعل. لكن مسألة قضايا المناخ والاهتمام بمستوى الانبعاثات الكربونية ما إذا كانت ملائمة ولا مش ملائمة، قضية تبدو نخبوية. صحيح قد يهتم بها أهل الغرب يعني، لكن في النهاية إذا كان هناك ساعون وراء لقمة العيش فمسائل المناخ قد تأتي في مراحل متأخرة. هم رفعوا شعارات أنت تنظر لنهاية العالم ونحن ننظر لنهاية الشهر. نعم. وقد كررها ماكرون خلال الخطاب الذي ألقاه، وهذا ما يدل على أنه شعر بأن أسلوبه في التحدث مع الشعب يجب أن يتغير، وأن الأزمة في الأسلوب وليست في الإجراءات التصحيحية نفسها. لعله أدرك النقطة دي وسوف يعمل على تحسينها وعلى التفاوض مع المتظاهرين. ربما يقدم بعض التنازلات لكن لن تكون تنازلات كثيرة. اليمين المتطرف يستغل هذه التظاهرات بالطبع. ماري لوبان أعلن ذلك، وهي بالطبع. متهمة أصلا من قبل الطبقة السياسية الفرنسية بأنها تستغل. جان لوك ميلانشو زعيم اليسار المتطرف أو أقصى اليسار أيضا يستغل ويستثمر في هذه التظاهرات. أمرين من هذا النوع أو معطيين من هذا النوع يضعفان من الزخم الشعبي حول هذه التظاهرات ولا يكسبانه مزيدا من الزخم؟ بالنسبة لانضمام الأحزاب السياسية للحركة الشعبوية العفوية اللي تجمعت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي بدون قائد، انضمام الأحزاب السياسية قد يشكل ضغط على الحكومة لتقديم تنازلات. لكن بالنسبة للحركة نفسها لو ابتعدت عن العنف ولو الأحزاب السياسية فطنت أنها تبتعد عن العنف ستظل الشعبية مستمرة لهذه الحركات. طيب هو تقريبا أصبحنا في معسكرين ليس بينهما منطقة وسط أو منطقة رمادية، متظاهرون يرون أن هناك استفحالا في الغلاء وظروفا صعبة على مستوى المعيشة، وهناك حكومة ودولة ترى أنه يتعين عليها أن تمضي قدما في مسار الإصلاح أخذا في الاعتبار ما ذكرتيه حضرتك من أرقام تخص الاقتصاد الفرنسي. هل هناك مرحلة وسط قريبة ولا المسألة ستنتهي على أي نحو؟ إعلان ماكرون بأن في فترة للحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر ربما توقع أنها سوف تعمل على امتصاص الأزمة وامتصاص الاحتجاجات، لكن المتظاهرين شعروا بخيبة أمل أنهم كانوا يتوقعوا من أول خطاب لي أنه يقدم لهم بعض التنازلات، لكن هو أكد أنه هو لن يحيل على ضرب الإصلاحات التي يتخذها، لكن لعل مع التفاوض ومع الحديث مع السلطات الفرنسية يبدأ بإعطاء بعض التنازلات. طيب طبيعة هذه التنازلات، لأن المسألة على الأقل تبدو فيها درجة من الجمود، زيادة في الضرائب المفروضة على الوقود، رفض لهذه الزيادات. الحكومة الفرنسية أعلنت أنها لن تتنازل عن هذا القرار، ما هو طبيعة التنازل الذي قد يرضي المتظاهرين؟ المتظاهرين لهم مطالب واضحة بأن إلغاء كل الضرائب اللي اتفرضت على المحروقات، في بعض الإشارات بتشكيل مجلس وطني للتحول الإيكولوجي وأن المجلس الوطني ده يضم
بعض العناصر تتحدث مع المواطنين وتشرح لهم هذه التغيرات وتستمع لرأي المواطنين وتقوم بنقله للسلطات، ربما يضم بعض من قادة الاحتجاج اللي هم بدأوا دلوقتي في تحويل نفسهم تنظيميا بشكل أكثر واختاروا نحو 8 عناصر يتحدثون مع السلطة. ربما يضم هذا المجلس بعض العناصر تتحدث ما بين السلطة وما بين المواطنين. أستاذ غالي، احنا كنا طرحنا تساؤل على المشاهدين عبر الصفحة الرسمية للقناة والبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول التظاهرات الجارية في فرنسا وكيف يمكن أن تدار الأمور فيما بعد. نتابع النسبة التي شاركت في الرد على هذا التساؤل. مع تواصل الاحتجاجات، هل ينتظر أن تتراجع الحكومة الفرنسية عن قراراتها؟ 62% صوتوا بلا، لن تعدل الحكومة الفرنسية عن قرارها، بينما يرى 38% أن الحكومة الفرنسية قد تضطر في نهاية المطاف إلى التراجع، أو ربما رأوا أنها قد تقدم تنازلات. هل الأمر دلالة أستاذ غادة على مستوى التصويت؟ الأمر له دلالة أن الشارع الفرنسي شهد العديد من الاحتجاجات التي كانت كبيرة جدا وخبت بسرعة. نعم. البعض يتوقع أن هذه الاحتجاجات لأنها بدون قيادة وبدون تنظيم قد تنتهي. بعض الإشارات من وزير الداخلية بأن المشاركات كانت الأسبوع الثاني أقل من الأسبوع الأول. بعض مراكز الأبحاث بترى أن نسبة المشاركة يوم السبت القادم للمظاهرات التي تم الدعوة لها إذا كانت قليلة ربما تكون إشارة لانتهاء هذه الاحتجاجات أو تقليصها، على الرغم من ان هذه الاحتجاجات غير مدعومه يعني من في البدايه من اي حزب سياسي، لكن ممكن ماكرون يلاقي نفسه في مواجهه حشد شعبي عن طريق حشد سياسي من الاحزاب السياسيه للشعب في الطرقات الفرنسيه. شكرا جزيلا لك الاستاذه غاده عبد العزيز الباحثه في العلاقات الدوليه، الشكر لحضراتكم ايضا. ختام هذه الفقره الحواريه الاولى من حلقتنا الليله، فاصل قصير نعود من بعده لبدء نقاش جديد حول التجاذبات العراقيه وطريقه تعامل الحكومه مع ايران والولايات المتحده الامريكيه. ابقوا معنا. يجد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي صعوبات جمة في استكمال تشكيله الحكومي، أتت العقوبات الأمريكية على إيران لتضعه أمام مأزق إقليمي ودولي جديد، حين كان عليه الاختيار ما بين الامتثال للعقوبات على جارته وثيقة الصلة به إيران ما يعني خسارتها، أو رفض الامتثال لها، ومن ثم أزمة مع واشنطن ذات النفوذ القوي في العراق. عبد المهدي كان واضحا فصرح بأنه لن يقبل بأي إملاءات أمريكية تخص السياسة الخارجية العراقية حين سئل عن موقف بغداد من العقوبات، تصريحات رأى مراقبون أنها محاولة منه لمنع الوقوع في نفس الفخ الذي وقع فيه سلفه حيدر العبادي الذي لم يبدي معارضة في تنفيذ الدفعة الأولى من العقوبات على طهران، ما أثار غضب كثير من الفصائل السياسية والمسلحة ذات النفوذ التي تربطها علاقات بالإيرانيين. إلا أن الصراع الأمريكي الإيراني على الساحة العراقية لا يتوقف، حيث وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون تفرض بموجبه عقوبات على حلفاء إيران في العراق، وفي مقدمتهم كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق. ويبقى ملف تشكيل الحكومة العراقية الساحة الأكبر للتجاذبات بين واشنطن وطهران، وتبقى معه أيضا التساؤلات القائمة حول أجندة وطنية عراقية بين تلك التوترات. سنحاول تسليط الضوء على طبيعة ما يمكن أن تقوم به الحكومة العراقية الآنية في حفظ درجة من التوازن بين الجارة الإيرانية التي هي جارة بحكم المحيط الجغرافي ولا خيار لها في ذلك، وبين العلاقة التي بدت في أوقات كثيرة على مستوى الحكومات السابقة علاقة بنيوية في طريقة علاقتها مع إيران، وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي تظهر على الأقل هذا ما تظهره من تشنج وحدة في طريقة تعاملها مع إيران. مع ضيفنا الأستاذ سيد حسين الباحث في الشؤون العربية والإيرانية في الاستوديو، أهلا بحضرتك أستاذ. أهلا بحضرتك. هل من الإنصاف أن يطلب من الحكومة العراقية أن تبقى على قدر من التوازن مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية والمحيط العربي إذا أتى ثالثا؟ يعني ليس مطلب، ولكنه لابد أن يكون واقع مفروض. الدولة العراقية تمر بأزمة منذ الغزو الأمريكي ومن ثم التدخل الإيراني،
وأصبحت الإدارة في العراق الحكومات المتعاقبة حائرة ما بين النفوذ الانصياع للشروط والإملاءات الأمريكية بسبب النفوذ الأمريكي مع المتواصل مع ساسة نافذين، وما بين الإيران وأذرعها في الداخل العراقي سواء مع الكتل السياسية أو في الميدان مع الفصائل المسلحة. الأمر يحتاج إلى سياسة خارجية منسقة عن طريق قوى وطنية تؤمن بالعراق الوطن بعيدا عن أي توجهات أو التزامات فيما يخص إيران أو الأمريكان، وهذا لم يحدث حتى الآن. إلى الآن لا تزال الأحزاب السياسية والكتل السياسية تمر بشبه صراع احتراب تنمر بما يوحي بإمكانية حدوث حرب أهلية، وهذا لاحظناه بعد الانتخابات البرلمانية. كان هناك مخطط لوجود حرب أهلية وإيجاد فراغ تشريعي وعدم تشكيل حكومة بدليل تأخر تشكيل تلك الحكومة لفترة طويلة. الأمر في العراق المطلوب الآن، الشعب العراقي يناشد الساسة دائما، التصرف من منطلق وطني، التعامل مع الجيران أو مع الأمريكان أو مع إيران أو مع سائر الدول العربية بمنطق متوازن يحقق مصلحة الشعب العراقي قبل. هل من المقبول أن يطرح على الحكومة العراقية الحالية بكل ما ورثته من طريقة تعامل قديمة على مستوى الحكومات، هل من الإنصاف ولا من المقبول أن يطرح عليها أمر كهذا؟ هذا أمر حالم وراقي للغاية، أن ينشد من العراق كدولة حتى أن يعود كما كان عراقا سابقا، دولة ذات شأن، دولة ذات سيادة، دولة ذات استقلالية في قرارها السيادي، دولة منفتحة كما تحب أن تكون منفتحة وتنغلق وقتما أرادت ذلك. هل من الإنصاف أن يطلب من العراقيين؟ بالطبع هذا حق للشعب العراقي، هذا حق للشعب العراقي يجب أن تحققه الحكومة. ولكن للأسف الشديد كما ذكرت العراق مر بأزمات كبيرة جدا منذ الغزو الأمريكي ودخول إيران ودخول الأمريكان ودخول البريطانيين، وأصبحت ساحة للصراع ما بين تلك القوى خلقت موالين لها سواء فصائل مسلحة أو سياسيين أو 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 إلى آخره. بالتالي أصبحت إدارة العملية السياسية في العراق بعيدة جدا عن واقع الشعب العراقي. الكتل السياسية الموجودة حاليا نعم هي تشكل الشعب العراقي، رغم أن خروجه للانتخابات لم يكن في الأخيرة لم يكن على المستوى المطلوب بسبب يأس الشعب من الحكومات المتعاقبة في تحقيق على الأقل إصلاح داخلي، نتحدث عن سياسة خارجية. ولكن الـ 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 الأمور تفاقمت بسبب موالاة الكتل السياسية أو تنفيذها لأجندات تمتد إلى خارج الدولة الوطنية. الأمر بات معقدا، هناك صراع تديره قوى دولية من خارج العراق، وللأسف الشديد من يتأثر بهذا الصراع ومن يتأثر بما يحدث الآن في العراق هو الشعب العراقي يعني الذي يبحث عن خدمات. هل يطلب من الساسة العراقيين أن يتعاملوا مع إيران باعتبارها عدو ولا ما هو معيار التعامل؟ بمنطق متوازن، لا أحد ينكر أن إيران متغلغلة في الداخل العراقي، ولكن غياب الحكومة الوطنية المعبرة عن الشعب هو سبب عدم وجود سياسة خارجية متسقة مع ذاتها ومتسقة مع الأقليم. على ذلك بأن كل هذه الحكومات أتت عبر انتخابات نيابية أفرزت كتل هي في النهاية التي ذهبت بتوافقها. لا علاقة سيدي الفاضل، يعني لا أحد ينكر أن وجود عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي ليس محسوبا على أي كتلة من الكتل التي فازت بمقاعد البرلمان، هو رئيس حكومة توافقي من أجل يعني إيقاف الصراع ما بين الكتل السياسية، وهذا بالطبع سببه التوجهات الإملاءات الأمريكية والأطماع الإيرانية في الداخل العراقي. يعني إيران وأمريكا كانتا تتصارعان على تشكيل تلك الحكومة، كل يبحث عن من ينفذ أجندته وينفذ الشروط والإملاءات التي يفرضها من أجل تحقيق مصالحه. يعني
ترامب طلب حيدر العبادي قبل رحيله وطلب رئيس الحكومة الحالي بدافع تعويضات الحرب العراقية لأمريكا نفط. ترامب الكونجرس الأمريكي كما جاء في التقرير يفرض عقوبات على بعض الفصائل المسلحة في الداخل العراقي، وهذا يهدد العراق بأن شأنها سيكون شأن إيران. الوضع في الدولة يعني حالة مثلا كالحالة اللبنانية، الكونجرس ووزارة الخزانة في الولايات المتحدة على مدى سنوات طويلة تفرض عقوبات وتسرف ربما قد ما يبدو إسرافا يعني على عدد من قيادات ميليشيا حزب الله اللبنانية، ولا الميليشيا تأثرت وتسليحها يبقى كما هو وتبقى رقما يزداد صعوبة في المشهد اللبناني. يعني هذه العقوبات يعني لا تسمن ولا تغني من جوع إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية لها، ولكن ستظل لبنان، لن تصل لبنان لمرحلة الدولة التي تبحث عن تقدم أو رقي أو نهضة اقتصادية حقيقية طالما أن هناك عقوبات. يعني حزب الله تعلم من إيران كيف يعني يواجه تلك العقوبات ويهرب منها بأساليب عدة اقتصادية طبعا بحتة. إيران نجحت في هذا الأمر، إيران تفرض عليها عقوبات من 32 سنة، ولكن نجحت في التهرب من تلك العقوبات، ولكن أثرها على الاقتصاد الإيراني بان في المظاهرات الأخيرة التي حدثت والتي تطالب بإسقاط النظام برمته. يعني الأزمة قد لا تكون مؤثرة على بقاء الدولة، الدولة باقية، ولكن تحدث اضطرابات في الداخل العراقي داخل الدولة بسبب الانهيار الاقتصادي الذي يحدث بمرور الوقت. هذا هو مغزى العلاقات العقوبات، وهذا هو ما تتبعه أمريكا في الضغط على النظام الإيراني. بحكم العلاقة مع إيران ما بعد الغزو الأنجلو أمريكي بطبيعة الحال، الانتخابات البرلمانية قبل الماضية كان صاحب القسط الأوفر من التصويت الذي كان يفترض أن يكون رئيسا للوزراء إياد علاوي. لا يحظى إياد علاوي بعلاقة طيبة مع إيران، لذا جرى التوافق والتفاهم على أن يكون نور المالكي. ما بعد نور المالكي أتى في الانتخابات التالية وكان هو صاحب النسبة الأكبر، لكنه ربما لأن مهمته انتهت على الأقل وفق التفاهم الإيراني الأمريكي أتي بحيدر العبادي رئيسا للحكومة. اليوم لا يبدو أن إيران ستبتعد عن اختيار عادل عبد المهدي حتى وإن كان وجها جديدا. وعادل عبد المهدي تربطه علاقات قوية جدا بالإيرانيين. نعم. عادل عبد المهدي كان عضوا في المجلس الأعلى الإسلامي، يعني وأحد المقربين من السيد محمد بكر الصدر رحمه الله. عادل عبد المهدي رئيس حكومة جاء بتوافق إيراني أمريكي، يعني ليس بعيدا عن الإدارة الأمريكية وليس بعيدا عن حضرتك. هل من المنطق في ضوء كل هذه التفاهمات التي تأتي برئيس وزراء وتأتي بحكومة وتأتي بنواب وتأتي ربما بمكونات سياسية أخرى، هل من المقبول أن يطلب منها أن تكون على مسافة واحدة من هذه القوة؟ للأسف الشديد يعني الداخل العراقي هو من يرسم السياسات الخارجية رغما عن الحكومة. يعني حينما تتصارع الكتل السياسية في يعني كتل فصائل الحشد الشعبي وكتلة فتح أو كتلة البناء الموالية لإيران والتي حصدت على عدد كبير جدا من المقاعد في البرلمان، يعني كيف يكون توجهها إزاء العقوبات الأمريكية على الإيرانيين؟ يعني كتلة التيار الصدري الكتلة الأكبر والأوسع جماهيرية تعارض الوجود الإيراني في العراق، وفي ذات الوقت تتنمر إلى فصائل الحشد الشعبي. هناك حالة احتراب قد ينشب الصراع بينهما في أي لحظة. تخيل حضرتك عادل عبادي خير عادل عبد المهدي خير في اختيار قرار ما بشأن إيران، ماذا سيكون رد هادي العمري وكتلة البناء أو الفتح أو فصائل الحشد الشعبي؟ بالطبع سيقفون حائلا دون تنفيذ أي قرار يصب في توتير العلاقات الإيرانية العراقية. الواقع بعيدا عن الرغبة الصدر كذلك الأمر فيما يخص الأمريكان على سبيل المثال. سيد هو بحكم الأمر الواقع ما تشتغل به محطات الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة من العراق تعتمد على النفط الآتي من إيران، والعراق دولة نفطية عتيدة
تعتمد على نفط كامل أو غاز كامل يأتي من إيران لتشغيل هذه المحطات. الطاقة الكهربائية في بعض المحافظات بالكامل تأتي من إيران، لم يعد في الأمر اختيار أصلا للحكومة أن تتعامل مع إيران. هذا حقيقي بقى اللي حضرتك اللي احنا بنتكلم عنه، أن الواقع الداخلي والواقع في الأقليم المحيط يفرض على الحكومة سياسات معينة، سواء فيما يخص إيران أو يخص الأمريكان. هم يحاولون الموازنة قدر الإمكان بين الإدارتين، بين علاقاتهما بالإدارتين، يعني بعيدا عن ما يصار حول التدخلات الإيرانية أو رفض التدخلات الإيرانية أو المظاهرات التي تخرج للشوارع ترفض الوجود الإيراني في العراق. الوجود إيران موجودة في العراق، لها أدواتها ولها أزرعها ولها سياسيها ولها فصائلها المسلحة. إيران موجودة بقوة واستطاعت أن توجه صفعة قوية للإدارة الأمريكية، يعني دخول الأمريكان والإيرانيين للعراق كان بتوافق، إسقاط نظام حسين صدام حسين كان بتوافق أمريكي إيراني رغم توتر العلاقات بعد الثورة الخمينية. وبالتالي الأمر خرج من يد الأمريكان من مجرد توافق مع الإيرانيين إلى صفعة قوية نالتها الإدارة الأمريكية من قبل الإيرانيين، وما كان سببا رئيسيا في تغيير الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران بمحاولة تقليم أظافرها سواء في العراق أو في الإقليم. لو أرادت الولايات المتحدة لا أن تقلم هذه الأظافر بل أن تقصها قصا، هل كانت ستفشل في ذلك؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية الأمر يعني طلع عصير عليها على مدى السنوات الماضية. يعني حضرتك عارف إن حرب العراق ماذا فعلت في الأمريكان، والأزمة الاقتصادية في 2008 كانت شاهد وخير دليل على ذلك. يعني دخول أمريكا في حرب ضد إيران ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل، وحذر جون كيري مرارا وتكرارا بأن دخول جون كيري وزير الخارجية الأسبق قال نصا أن دخول أمريكا في حرب ضد إيران سيكون بمثابة كارثة على الأمريكان. إيران تجيد حرب العصابات، إيران ليست دولة سهلة أو هينة أو طيعة. يعني سقوط نظام صدام حسين لا يقارن بما سيحدث. يعني إذا الإدارة الأمريكية في كل تصريحاتها تجهر بأنها لا تريد ولا تستهدف تغيير النظام الإيراني، هي فقط تحاول تغيير السياسات. هي تحاول تحجيب. دعنا نتفق على أن الإدارة الأمريكية تريد الوجود الإيراني في المنطقة ليكون فزاعة لدول الخليج. يعني دعني أدلل لحضرتك بمنطق، يعني جماعة كلنا شفنا ده، إدارة أوباما وإدارة ترامب، هناك ثوابت في السياسة الخارجية الأمريكية ولكن تختلف الاستراتيجيات. يعني حينما لجأ أوباما إلى محاولة تحجيم إيران لجأ إلى اتفاق نووي إيراني يهدف إلى مراقبة النشاط النووي في إيران يعني إخضاعها لمنظومة مراقبة دولية بوجود 6 دول عظمى. تلك الاستراتيجية تغيرت بعد أن ثبت للإدارة الأمريكية أن تلك الاستراتيجية لن تجدي مع إيران، وإيران لن تتوقف عن توسعها في المنطقة. الأمر لا يعود إلى ترامب، ولكن الإدارة الأمريكية غيرت الاستراتيجية بالعقوبات الأمريكية والانسحاب من الاتفاق النووي حينما رفضت إيران الانصياع لأي مطالب إيرانية أمريكية بتحجيم النفوذ. بالتالي استراتيجية أمريكا تجاه إيران، يعني ترامب ذكر أن وجود إيران مكسب للأمريكان، لن يحصلوا على مكاسب مثلما حصلوا على أموال من دول الخليج في وجود إيران. تخيل إذا لم تكن إيران موجودة، تخيل إذا كانت إيران دولة تحترم سيادة الدول جارتها، ماذا سيكون الوضع؟ هل ستكون هناك مكاسب للأمريكان؟ هل صفقات الأسلحة هذه كان سيتم عقدها ما بين الأمريكان ودول الخليج؟ بالطبع الوجود الإيراني مهم جدا للإدارة الأمريكية حتى وإن كانت الولايات المتحدة تفترض أن تقلص من حجم تواجدها
في هناك فرق بين الوجود وتحجيم النفوذ. أنا لا أريد القضاء على إيران ولكني أريد تحجيم نفوذ إيران. طيب أستاذ سيد اسمح لي فقط، سنحاول تسليط الضوء على مسار وتطور العلاقات العراقية الإيرانية وربما العراقية الأمريكية كذلك في محاولة لفهم هل يمكن بالفعل الحكومة العراقية أن توازن ما بين هذين الجناحين. نتابع. على أي حال، الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح كان له جولات لدول عربية عدة شملت المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكأن الرجل يرسل رسالة بأن العراق ربما يغير من شكل مساره إن أراد العرب ذلك، لأن البعض يوجه اللوم أو العتب للدول العربية وتحديدا الدول الخليجية التي تركت العراق مستباحا إلى هذا القدر بين قوسين يعني التعبير. هل في هذا ما يمكن فهمه بالفعل من أنه رسالة طمأنة من أن العراق قد يبدو منفتحا أكثر على العرب من الفترات السابقة؟ يعني بالطبع رأينا قبل زيارة الرئيس برهم صالح كانت هناك زيارة فاعلة للسيد مقتدى الصدر وزعيم طيار واسع في الشعب العراقي للمملكة العربية السعودية والإمارات. السيد عمار الحكيم زار القاهرة. يعني هناك رسائل بالفعل من آن لآخر ترسل إلى الدول العربية بأن العراق دولة مستقلة بقرارها ولا تخضع للإملاءات الإيرانية، ولكن الوضع على الأرض يقول غير ذلك. يعني مهما حاول أساس العراقيون يعني محاولة تصدير استقلال قرار الدولة العراقية، فأعتقد أن هذا يخالف الواقع كثيرا. إيران موجودة في العراق بمنظمات أهلية، بأحزاب سياسية، بفصائل مسلحة. الأمريكان موجودون في العراق بعلاقات نافذة مع ساسة، ومن بينهم السيد رئيس الوزراء يرتبط بعلاقات قوية جدا وقديمة مع أوروبا ومع الأمريكان. يعني الوضع يؤشر إلى وجود الدولة العراقية تريد أن تقيم علاقات متوازنة في المنطقة، وتريد أن تكون حلقة وصل ما بين إيران وما بين الدول العربية لإنهاء الخلاف، خاصة ما بين طهران والرياض. لكن للأسف الشديد الوضع الداخلي والقوى السياسية الداخلية تفرض على الحكومة العراقية عدم ممارسة سياسة خارجية منطلقة من أجندة وطنية. بدليل هناك شيعة عربيين ينادون بعروبة العراق، تم استبعادهم من العملية الانتخابية وهمشوا ولا وجود لهم في العراق. الصوت الآن لأمريكا وإيران لا أكثر من ذلك. ما قام به السيد برهم صالح أن حجم سوء العلاقة بين واشنطن وبغداد تحديدا في آونة حكم الرئيس دونالد ترامب والتأكيد على إعادة فرض العقوبات مجددا والانسحاب من الاتفاق النووي المبرم معها في حقبة باراك أوباما، كيف يفهم أن هناك تنسيقا أو تفويضا أمريكيا لإيران بإدارة الملف على الأقل على المستوى الداخلي؟ ليس إدارة الملف. أنا ذكرت لحضرتك أن أمريكا تلقت صفعة قوية جدا من إيران في العراق. كان هناك تنسيق بعد الغزو العراقي، كان حتى أن التنسيق كان بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية، إلى أن دعمت إيران الفصائل المسلحة وأنشأت الأحزاب السياسية، أنشأت لها أزرع مسلحة، و يعني دعمت السيد مقتدى الصدر سرايا السلام في حربه ضد الأمريكان، وجميعنا يعرف ذلك، لدرجة أن السيد رئيس الوزراء الحالي كان متورطا في مساندة القوات الأمريكية في حربه ضد الصدريين، وحينها كانت إيران تدعم الصدريين ضد الأمريكان.
الأزمة حضرتك أن إيران نجحت في العراق وطردت أمريكا بالفعل، يعني إيران هي التي طردها، يعني أمريكا خرجت بفعل الطرد الإيراني؟ ده أكيد. إيران ساندت القوى العسكرية سواء سرايا السلام أو الفصائل المسلحة في حربها ضد الأمريكان حتى انسحبت. يعني المسألة متروكة لقراء التاريخ فقط إذا كانت إيران بالفعل هي التي أرغمت الولايات المتحدة على الخروج بعد 9 سنوات تقريبا من الاحتلال والتموضع وفعل كل ما تشاء. أستاذ سيد، نحن فقط كنا قد طرحنا تساؤلا على مشاهدين عبر صفحتنا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يخص هذا الموضوع، سنحاول التعرف على إجابة مشاهدين الذين شاركوا في هذا التساؤل في الإجابة عليه. هل ترى أن الحكومة العراقية الحالية قادرة على الاستفادة من الخلافات الأمريكية الإيرانية؟ عدد من صوتوا أو أجابوا بنعم هي قادرة على الاستفادة من هذا الخلاف بنعم أو بلا. سنتابع من قالوا لا، 76% من المشاركين قالوا لا، لن تتمكن الحكومة من الاستفادة من هذا الخلاف، بينما رأى 24% ممن شاركوا في الإجابة على هذا التساؤل بأن الحكومة العراقية قد تكون قادرة على الاستفادة مما قد يبدو خلافا بين الحكومة العراقية والإيرانية، الحكومة الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية. وصلنا مع حضراتكم إذن على أي حال إلى ختام هذه الفقرة، فقرتنا الحوارية الثانية في حلقة اليوم من نقاط ساخنة. نشكر ضيفنا الأستاذ سيد حسين الباحث في العلاقات العربية الإيرانية، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ سيد. الشكر موصول لحضراتكم أيضا على طيب متابعتكم لنا في هذه الليلة، دمتم دائما في أمان الله.